هو ده اللي بيستخدم في الكنيسة عشان يتصلى عليه ويتحول لجسد ربنا بعد كده. في نوعين من القربان، قربان صغير ده الناس بتاخده ممكن تاكله، في القربان الكبير اللي هو بيسمى قربان الحمل، وده القربان اللي أبونا بياخده وبيصلي عليه وبيختار قربانة واحدة منه من ضمن القربان اللي موجودة، وبيتقدم لأبونا دايما عدد فردي 3 أو 5 أو 7 أو 9 أو 11، وبيختار منهم قربانة واحدة، وبتبقى أفضل قربانة، القربانة اللي الدايرة بتاعتها مظبوطة، الختم بتاعها ظاهر وكويس، العدد الإخرام بتاعها كويس باينة وواضحة، التسوية بتاعتها نفسها تكون جيدة، لأن السيد المسيح كان بلا عيب، ما كانش فيه أي خطية خالص. القربانة دايما بتبقى مدورة لأن الدايرة ملهاش بداية ونهاية، وزي ما قلنا قبل كده إن القربان الحمل هو ده القربان اللي بنختار منه قربانة واحدة عشان تتحول لجسد ودم ربنا، فالقربانة ديت هي جسد السيد المسيح، والسيد المسيح لا ليه بداية ولا ليه نهاية، وبنختمها بختم كبير، ختم مدور موجود فيه صليب كبير في النص وحواليه 12 صليب. الصليب الكبير في النص ده رمز للسيد المسيح، وال 12 صليب الصغيرين دول رمز لتلاميذ السيد المسيح. القربان هو عبارة عن دقيق ومية وخميرة، بنعجنهم مع بعض زي أي عجينة عادية، بعد كده نبتدي نقطع القربان، بعد كده بناخد القطع الصغيرة دي نبتدي نلفها ونفرغها عشان نطلع منها الهواء، لأن القربانة لازما لما تخمر وتطلع لازما تبقى كلها متجانسة نسيج واحد، مفيش أي فيها فواصل ولا أي فوارغ هواء. بعد ما بنقطعها نبتدي ندقها نديها شكل القربانة اللي هتبقى عليه في الوضع النهائي. بعد كده بنختمها بالختم اللي قلنا عليه اللي هو اللي فيه الصليب الكبير وفيه ال 12 صليب صغيرين. بعد ما بنختمها بنخرمها بخمس تخرام بحاجة اسمها البختاش، ودي عبارة عن عصاية في نهايتها صليب وحرفها مدبب عشان تقدر تقطع في القربانة. بعد كده لما بنسيب بقى القربان يخمر، بعد ما بيخمر بندخله الفرن ونطلعه، ودي تكون آخر مرحلة اللي هي التسوية. القربانة اللي بتتحول لجسد السيد المسيح اللي أبونا بيختارها من ضمن القربان اللي موجود بيتقدم له في القداس، لازم أن الشخص يكون مستعد، لازم أن يكون صايم على الأقل 9 ساعات، ويكون في بداية يوم جديد، ويكون مستعد داخليا أن هو ياخد البركة والنعمة العظيمة دي. أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين.